مرحبا بكم أعزائي التلاميذ وخاصة تلاميذ السنة الثالثة إعدادي في فيديو جديد مع درس جديد في مادة الفيزياء درسنا اليوم الكتلة والوزن en français la masse et le الفقرة الأولى من الدرس غنخدمو على التمييز بين الكتلة والوزن حيت الأغلبية فينا كتخاطلة كتجي الكتلة هي الوزن وحنا غادي نبينو هاد المفهومين أولا تعريف الكتلة الكتلة مقدار فيزيائي نرمز له بالحرف M ووحدتها العالمية هي الكيلوغرام والجهاز المستعمل لقياسها هي الميزان الكتلة هي فحال فحال اللي كنحسبو في كان الحياة اليومية فاش مش كنشريو نشريو شي حاجة كنوزنو بالكيلوغرام هذه هي الكتلة تعريف الوزن الوزن P فوق من السهم هو قوة عن بعد يطبقها كوكب الأرض على الأجسام وتقاس شدة الوزن بجهاز الدينامومتر ونرمز لها بالحرف P وتكون بالوحدة N و كتني النيوتن إذن الوزن ماشي هو الكتلة الكتلة شي حاجه ملموسه كان وزنها بالميزان اما الوزن هو قوه كيطبقها كوكب الارض على الاجسام الجهاز ديالها هو الدينامومتر مختلف على الكتله اللي هي كتقاس هي بالكيلوغرام والجهاز ديالها هو الميزان خلاصه والخلاصه تقول الكتله وشده الوزن مقداران مختلفان من بعد ما عرفنا كل وحدة على حدة وعرفنا شنو الفرق العلاقة بين الكتلة وشدة الوزن تجربة نأخذ أربع أجسام مختلفة من حيث الكتل يعني غنأخذ واحد ربعة ديال الأجسام كل واحدة والكتلة ديالها مثلا واحدة مئة غرام واحدة مئتين غرام واحدة خمسمئة غرام واحدة سبعمائة غرام ثم نقيس شدة وزن كل جسم بواسطة الدينامومتر ناخذ داك الدينامومتر عند واحد الكروشي غنبقاو نلصقو ليه داك الجسم وغيعطينا واحد القياس وغنسجلوه في واحد الجدول وبالتالي يلخص الجدول الاتي النتائج المحصلة عليها إذا لاحظنا الجدول التالي الى خدينا الجسم ا اللي فيه في الكتله ديالو 0.1 كيلوغرام وقسناه بجهاز دينامومتر كتعطينا شده الوزن هي 1 نيوتن ودرنا خارج النسبة بي على ام تساوي عشرة كناخدو الجسم ب للكتلة الكتلة ديالو صفر فاصلة جوج كيلوغرام وكنعبر شدة الوزن بالدينامومتر كتعطيني جوج نيوتن وملي حسبت خارج النسبة بي على ام عطاتني عشرة كذلك الجسم س لقيت الكتلة ديالو صفر فاصلة خمسة كيلوغرام عبرت شدة الوزن بالدينامومتر عطاتني في القياس خمسة نيوتن وخارج النسبة بي على ام حتى هي كذلك عطاتني عشرة خدينا الجسم دي اللي فيه في الكتلة ديالو صفر فاصلة سبعة كيلوغرام وقسنا شدة الوزن بالدينامومتر عطاتني سبعة نيوتن وملي حسبت خارج النسبة بي على ام يعني الوزن على الكتلة عطاتني كذلك عشرة شنو لاحظتو من خلال النتائج ديال الجدول استنتاج استنتاج من خلال الجدول يتضح أن النسبة P على M تبقى ثابتة حيث في جميع الأجسام خرجت لي عشرة بالنسبة لجميع الأجسام نقول إن وزن الجسم يتناسب اضطرادا مع كتلته ويرمز لثابتة التناسب ب G يعبر عن هذا التناسب بالعلاقة الآتية P تساوي M في جي حيث جي هي شدة مجال الثقالة وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي نيوتن على الكيلوغرام أم كتلة الجسم بالوحدة الكيلوغرام ب شدة وزن الجسم وحدته العالمية نيوتن ويرمز لها بأن عقلوا مزيان على هاد الخاصية هي اللي غادي تبداو تستعملوه في انجاز التمارين خص تكون محفوظة عن ظهر قلب بي تساوي ام في جي الوحدات ديالهم الوحدة ديال بي اللي هي البوا الوزن هي نيوتن الوحدة ديال الكتلة ام هي الماس بالكيلوغرام والوحدة ديال جي هي نيوتن على الكيلوغرام هاد الخاصية هي باش غتبقاو تست... هي اللي غتبقاو تستعملوا الا بغاو الا عطاوكم جوج المعطيات وطلبوا منكم تبحثوا على ال... الكتلة ام غتلقاوها ديرو بي مقسومة على جي تعطيكم الكتلة ام ولا إلا منكم تقلبو على بي هي ام في جي مهم غير ردو البال شنو من المطلوب منكم واستعملوا المعطيات اللي عندكم في التمرين خلاصة ترتبط شدة الوزن مع الكتلة لنفس الجسم بالعلاقة بي تساوي ام في جي ومنه اللي هي لاماس اللي هي الكتله كتساوي بي مقسومه على جي كما شرحت لكم سابقا الملحوظه الثانيه تتناقص شده التقالج الجي مع الارتفاع يعني كلما ابتعدنا عن مركز الارض كلما طلعنا مثلا في كما انها تتغير حسب المكان حتى حسب الاماكن في الكره الارضيه كما تبين الامثله التاليه عندي في الجدول الملاحظ لما كان وشدة تقل بي معبر عنها بنيوتن على الكيلوغرام في القطب الشمالي عندي 9.83 نيوتن على الكيلوغرام مدينة الرباط 9.80 فاصلة نيوتن على الكيلوغرام خط الاستواء 9.78 فاصلة وسبعين نيوتن على الكيلوغرام وسطح القمر واحد فاصلة نيوتن على الكيلوغرام وبالتالي الكتلة مقدار ثابت لا تتعلق بالمكان وإنما تتعلق بكمية المادة يعني غير شحال الكتلة ديالها فقط على عكس شدة الوزن شدة الوزن التي تتغير حسب المكان والارتفاع لتغير شدة الثقالة مما يدل على أن الجسم يتميز بكتلته ولا يتميز بشدة وزنه داكشي باش ركزنا في الحياة اليومية ديالنا على الكتلة وما ركزناش على شدة الوزن نظرا للاختلاف ديالها حسب التغيير المكان او الارتفاع ملحوظة الوحدة نيوتن على الكيلوغرام تكتب ايضا نكتبها على هذا الشكل كندير نيوتن في كيلوغرام كندير اس ناقص واحد وكذلك ل ام سوغ اس ممكن نكتب ام في اس على بويسونس موان يعني اس ناقص واحد Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention. À bientôt!